اللقاء مع رؤساء الأقسام باعتبار أقسام الشرطة هي النافذة الذي المواطن ينظر من خلالها إلى الدولة المنشودة التي نريد إيش أن نحققها على أرض الواقع، لأن المواطن في الأخير لا يهمه محافظ ولا مدير عام، ولا يهمه مدير القسم اللي سيتعامل معه إن تعامل معه طيبا سيقول هذه دولة طيبة وهناك تغيير، وإذا تعامل معه بأسلوب سيء سيقول الوضع كما هو لم يتغير. نريد أن نرسل رسالة للمواطن من خلال أقسام الشرطة أن نتعامل التعامل الجيد مع المواطن.